السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف حاجات كتير عن سورة بتحظى بفضل عظيم جدا، وبتعتبر من أجل السور في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كتيرة بتشير لفضل السورة دي. فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن، وقل هو الله أحد أي قل يا محمد لمن سألك عن صفة ربك إن ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا ند له ولا شبيه ولا عديل له. واللفظ ده لا يطلق إلا على الأحد في الإثبات على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله، وهو الواحد المنزه عن التركيب والتعدد. المعنى برضو إنه منفرد بالإلهية، لا يشاركه أحد في الموجودات خالص، وإبطال الشرك في الصورة دي بوحدانية الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. والأحد هو الذي لا ثاني له، وهو المنفرد بالربوبية والألوهية والوحدانية في ذاته وصفاته. والعلماء عددوا الأحد من أسماء الله الحسنى، وهو المنفرد بوحدانيته في ذاته وصفاته، وفرق بعضهم بين الواحد والأحد. الواحد إن هو بيفيد وحدة الذات فقط، والأحد بيفيده بالذات والمعاني. فالواحد منفرد بالذات، والأحد منفرد بالمعنى. والأحد من صفات الله عز وجل في اللي هو استخلصها لنفسه ولا يشرك فيها شيء. والصمد، الصمد هو السيد المصمود إليه في الحوائج المستغني بذاته، الصمد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال. الصمد هو المقصود في الرغائب والمستغاث به عند الشدائد والمصائب. والصمد هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وجملة الله الصمد لأن من يصمد إليه لا يكون في حال أنه يلد. فبعد أن أبطلت الآية الأولى من السورة تعدد الآلهة وبالأصالة والاستقلال، أبطلت برضو تعدد الإله برضو بطريق اللي هو أنه لم يلد، لأن اللي بيلد بيتوفى، واللي بيولد برضو بيتوفى أو سيموت أو بيرث ويورث عنه. فكلمة الله الصمد لم يلد دي رد على اللي بيقولوا إن الملائكة بنات الله أو إن المسيح ابن الله. الحاجات دي كلها طبعا كله كلام ما ينفعش يتقال، إن الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فبرضه جت في البداءة إنه لم يلد، لأن بعض المشركين كانوا بينسبوا لربنا سبحانه وتعالى إن هو بيولد، ولكن مش نسبوا له إن هو ليه والد. فوقعت البداءة بإنه لم يلد لأنهم ادعوا أنه له ولدا، وده لأن بعض المشركين برضه قالوا إن الملائكة بنات الله، وبرضه اليهود قالوا إن عزيز ابن الله، والنصارى قالوا إن المسيح ابن الله، ومحدش فيهم يعني بيدعو إن له والد. فعلشان السبب ده بدأت بالأهم، فقال سبحانه عز وجل: لم يلد ولم يولد. الآية: ولم يكن له كفوا أحد. فده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى نفى المماثلة، فما فيش حد يعني بيكافئه ولا بيمثله ولا بيشاكله من صاحبة أو غيره. فختم الله سبحانه وتعالى السورة بأنه شيئا من الموجودات بيمتنع أنه يكون مساوي له أي حاجة من صفات الجلالة والعظمة والعلم والقدرة والرحمة والجود والعدل والفضل والإحسان وجميع صفاته سبحانه وتعالى. فلم يكن له صاحبة، كأنه سبحانه وتعالى لم يكن له كفوا أحد فإن هو يصهره. فده رد على كل اللي حكى عن الله سبحانه وتعالى وجعله بينه وبين الجنة نسبا. فتفسير الآية دي كلها تأكيد لقوله سبحانه وتعالى أنه لم يلد ولم يولد، أنه جل وعلا الله الواحد الأحد. سورة الإخلاص نزلت بمكة المكرمة وهي 4 آيات، وهي سورة الإخلاص ركزت على ترسيخ أصول العقيدة ومبادئ الإيمان، فهي سورة التوحيد، وهي في الإتقان بتسمى سورة الأساس لأنها بتشتمل على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أساس الإسلام
الذي هو أحد أركان الأركان الثلاثة اللي هو بني عليها الإسلام. الإخلاص إذا قرأت 3 مرات فهي تعادل ثلث القرآن، ورد عنها من عظمتها وأهميتها أحاديث يعني كتيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سورة الإخلاص بتكفي من الشر وبتمنعه، زي ما جه في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده. وإنها برضو من أفضل سور القرآن الكريم، ففي حديث عقبة ابن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك خير 3 سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال لي: يا عقبة، لا تنسهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. وسورة الإخلاص الدعاء بها مستجاب. عن عبد الله بن بريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: والذي نفسي بيده، لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتمنى يا رب يكون استفدنا من الفيديو. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناة والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.